الله الله على الانتربول. ايه الشغل اللي على ميه بدا ده؟ وات؟ انا لك حربي. تقعدوا فين؟ Okay, ladies and gentlemen, let's start our auction. 11 million euro. 11 million euro. Okay, 12 million euro. بيقولوا ايه؟ بتقول 12 مليون على اللوحة. 12 مليون. 12 million euro. بنبش الفروج ده. بنبش الفروج. دي لوحة زهرة الخشخاش. دي اللي اتسرقت من مصر. خشخاش. أنا بقول برضو اللي يدفع الفلوس دي كلها يكون دماغه فيها خشخاش وهيروين كمان. 12 مليون يورو. 12 مليون يورو. سولد. يا وبعتك ده؟ مع الفلوس بتجنن برضه. هيعرضوا السرير دلوك. So this is such a rare masterpiece from the second royal pharaoh's family. So you can find more information in your brochures. 5 million euro. 6 million euro. 7 million. 20 million. 20 million. بقول لك ايه؟ قول اعلى سعر. احنا ما خسرانينش حاجه. قال 20 مليون. احنا المشتري والبايع. قول. 21 مليون. 20 مليون مستر بينو. قلت اعلى سعر. قلت لها 21 وهو قال 20. 21 مليون يورو. I'm sorry but you can't buy your own piece. بتقول ايه؟ بتقول ما ينفعش البايع يكون هو المشتري. ايه؟ 20 مليون. 20 مليون. 20 مليون يورو. Congrats. Sold مستر بينو. Thank you. السرير ده بتاعنا ومش للبيع. You have to respect the rules. بيقول ايه؟ يقول لازم نحترم القوانين. بقول لك ايه يا بلدينا؟ السرير ده بتاعنا واحنا ما هنبيعش، فهمت؟ قول مبروك يا اخي. بيع خلصت، خلاص. ما مبروكش وما خلصتش. بقول لك ايه يا روح امك؟ السرير ده مش للبيع، فهمت؟ هات السرير يا ولد. سيدي مؤخرة بتاع ساعة. يشتغلوكم. What happened? The auction is finished. كانوا عارفين إن في كاميرات مراقبة هنا. خلوها تبعت لنا الصورة متأخرة. They tricked us. Again. بتقول تاني؟ يعني ضحكوا عليكم قبل كده؟ وأنا اللي كنت متضايق إن هم شالوا نص الاسم. أنا عاوز السرير دلوقتي حالاً. يا ابوي اقعد واحد وهنجيبه لك. جيب يا سلطان، خلاص اللي حصل حصل. لا السرير يرجع يعني يرجع. هيرجع على الطلاق، لا يرجع بس اهدى. قسما بالله لو ما رجع انا هسودها على دماغكم كلكم. طب واحنا مالنا يا ابوي؟ قعدتوا تزنوا على ودانك. لا يا ابوي، ولا انا ولا سلطان زنينا على ودانك. بعدين خلاص نصيبه كده. يا ابوي ده ال 20 مليون يورو ده احنا نبطل شغل فيه. ولا فلوس الارض كلها تلزمني. أنا هيلزمني السرير. اكتب. خلاص يا ابوي اهدى. وطايع فين؟ مع مديرة الزفت المتحف. بيهبب ايه مع مديرة الزفت ده؟ شوف مين. تعالى. تعالى. شوف، أنت قلت لي الموضوع ده على ضمانتي. وضمانتك بالنسبة لي يعني رقبتك. رئيس حربي. احنا ما كناش نعرف حكايه ان البايع ما ينفعش يكون المشتري ده. مش عايز حجج وكلام فاضي. خلاص اهدى. مديره المتحف
حددت لي ميعاد اقابل فيه الراجل اللي اشترى السرير. انا هكسر دماغه ولد الجزمه ده. ما ينفعش تيجي معايا، انا هقابله بكره لوحدي. ليه؟ انت سبيت له رئيس حربي. هو لسه شاف سب ولا سمع شتيمه؟ انت المسؤول قدامي. السرير ده لو ما رجعش انا مش هقول لك هعمل فيك ايه. خليها مفاجاه. روح. We have a meeting with Mr. Pino. I do. Sure. Hello, Mr. Pino. Ahlein. اقعد. احنا كنا جايين لحضرتك يا مستر بينو عشان نرجع السرير. البضاعة اللي بتنباع لا ترد ولا تستبدل. عندك حق. بس احنا الحقيقة عاوزين السرير. وعشان كده قلنا نحط مليون دولار زيادة على تمن اللي حضرتك دفعته. لا. طب أقول لك على حاجة. إحنا هنحط 2 مليون دولار زيادة. قلت إيه؟ يا خيي أنا جامع تحف كولكتر مني تاجر. أنا بشتري ما ببيع. بس شو هالإصرار على تردوا السرير يعني؟ الحقيقة يعني يا مستر بينو إنه صاحب السرير الرئيس حربي متعلق بالسرير ده قوي، عشان بنته الله يرحمها كانت بتنام عليه. أنا واحد من أولادي مات وهو صغير. بقي في حياته. بس هو من الأصل ليه عرض السرير للبيع؟ هي الحقيقة كانت ظروف. صاحب السرير هيدا صاحب السرير شوي قليل أدب، بس من شان موضوع بنته اللي تأثرت فيه أنا ممكن أطلب 3 مليون وتاخده السرير. 3 مليون كتير قوي. وقتها رئيس قلت على أبوي قليل أدب. يا ضاحي اللي بإيه رأيك إنك هترجع السرير ورجلك فوق رقبتك؟ أنت جاي تهددني؟ وهدد أمك كمان. تعملوا ده؟ بص للكلام، هتاخد عرجك وترجع السرير ولا لا؟ ديفيد! Get this man out of here! Now! بينو انا بعتذر، بس هو عاوز البيعه تتم ضد اراده ابوه. قاصد يضايقك. هو فعلا قدر يضايقني. انتهى الموضوع. برا برا. هنقول لابوي كلمتين ورد غطاه. قلنا للراجل خد فلوس ورجع السرير، رفض. مش هنجيب سيرة حاجة تانية. مش هقول له كده طبعا. أنا هقول له على اللي حصل. يعني إيه؟ يعني لو ما قلتلوش على اللي حصل أنا اللي هتدبس فيه. هقول له إنك كداب. تبقى كلمتك قصاد كلمتي. محدش هيصدق عشان معروف أنت اللي عاوز تخلص من السرير. طب اعمل اللي بقول لك عليه، لإلا مش هيطلع عليك نهار. إيه الحكاية؟ أبوك عاوز يقتلني، وولاد عصام عايزين يقتلوني، وأنت عايز تقتلني؟ يا أخي أنا مش عايز أموت دلوة. وقف هنا. ستوب. راح فين؟ عم جو